لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نطر الهواء ونشنف الآذان ونسعد القلوب بذكر تشريفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد رفع الله عز وجل منارة كل الرسل، وقال عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وتلك إشارة إلى البعيد، إشارة إلى علو منزلة جميع الرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، وكان دائما يعلي منار الأنبياء كما قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وقال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وقال: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس ابن متى. ولكن دلت الأدلة كلها على شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أنه ساد الكل، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع. فهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ولا فخر، لا يقول ذلك افتخارا، كما إذا ذكر أحدنا مناقبه فإنه يذكرها غالبا على سبيل الافتخار والتعالي على الناس، ولكنه يريد أن يعلم أمته منزلته عند ربه عز وجل حتى نقوم بحقه وحتى نزداد حبا له صلى الله عليه وسلم. فإن حب النبي صلى الله عليه وسلم عقد من عقود الإيمان، ولا يصح إيمان من خلا قلبه من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهو سيد ولد آدم، أفضل الرسل جميعا وأفضل الخلق جميعا. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. قال: وأول من تنشق عنه الأرض، أول من يبعث يوم القيامة، أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، أول من يشفع، لأنه صاحب المقام المحمود، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. الله عز وجل يترك الخلق يوم القيامة يموج بعضهم في بعض، فمنهم من يصل عرقه إلى عقبيه، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه إلى حقويه أي عظام الحوض، ومنهم من يلجمه إلجاما أي يصل إلى فيه فيكون كاللجام. فيذهب الناس بعد هذا الكرب العظيم، يذهبون إلى أبي البشر آدم عليه السلام، فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ فيحيلهم على نوح أول الرسل، ثم يحيلهم نوح على إبراهيم، ويحيلهم إبراهيم على موسى، ويحيلهم موسى على عيسى. كلهم يقول: لست لها، لست لها، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. فيقول عيسى: ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهب الناس إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. وهذا المقام المحمود، فيدخل على ربه عز وجل في داره، فإذا رأى ربه عز وجل خر ساجدا، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد يحمد الله عز وجل بها، ثم يقال: ارفع رأسك محمد، قل تسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فيشفع في جميع الخلق حتى يقضى بينهم بالحساب. وله شفاعات أخرى، منها شفاعته لأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة فلا تفتح لأحد قبله صلى الله عليه وسلم. ويشفع في أناس من أهل الجنة حتى ترتفع درجتهم في الجنة، ويشفع في أناس قد استوجبوا العذاب فلا يعذبون ويدخلون جنة الله عز وجل. ويشفع في ناس، وقيل هذه خاصة بعمه أبي طالب، يشفع في ناس من أهل النار حتى يخفف عنهم عذاب النار. قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك؟
وقد كان يدفع عنك ويحوطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من نار: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. يقول علامة الألباني رحمه الله: مع أن القاعدة في المشركين أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. الله عز وجل يقبل شفاعته في عمه أبي طالب، فينقل من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. هو أهون أهل النار عذابا، ويظن أنه أكثر أهل النار عذابا. فهذه من تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول شافع وأول مشفع. من تشريفاته صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل وقره في ندائه، ما ناداه باسمه العلم والذي يبلغ غاية الشرف، لا ينادى باسمه، فلا ينادى الملك باسمه ولا الأمير باسمه، بل يقال: يا أيها الملك، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير. فالله عز وجل نادى على جميع الأنبياء بأسمائهم، فقال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وقال: يا نوح اهبط بسلام، وقال: يا موسى أقبل ولا تخف، وقال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ولكن لم ينادي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا بكنية النبوة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. وجمع الله عز وجل في آية واحدة بين خليله إبراهيم وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، فنادى فذكر خليله إبراهيم باسمه، وذكر خليله محمد صلى الله عليه وسلم بكنية النبوة، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. ما قال ومحمد، قال وهذا النبي، بل ما ذكر الله عز وجل اسمه في كتابه إلا وأتبع ذلك بما يدل على شرفه من كنية النبوة أو الرسالة. فقال: محمد رسول الله. وقال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. كل هذا تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الأمة بتوقيره وتعزيره، ونهاهم عن أن ينادوه باسمه العلم أو يرفعوا أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، فقالوا: يا نبي الله، يا رسول الله. وقال: وحذر الأمة من أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته. قال: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي لألا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكل هذا توقيرا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.